ليش عم نقرا؟ طيب ماشي خلاص ليش عم نقرا؟ ماشي يعني يعني احنا كمستوردين سيارات بالتحديد هاي كان مطلب من مطالبنا الرئيسيه دائما من خلال اجتماعاتنا مع الجانب الاسرائيلي ضمن وفود القطاع الخاص اللي كانت تجتمع في معبر ايريز من باب التسهيل علينا بدل ان نذهب الى رفح 40 كيلو او 45 كيلو الان احنا يعني نسير 5 كيلو متر اقرب لنا توفير اقل خطوره توفير جهد توفير وقت أول مرة يتم إدخال المركبات عبر حاجز بيت حنون إيريز وأيضا أول مرة يتم إدخال أتوبيسات لأسطول النقل البري في قطاع غزة وسيارات نصف النقل.